بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وأنزله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، نكمل اليوم إن شاء الله آخر مثالين في كيريلس، وإن شاء الله بنكون غطينا أفكار كيريلس. قبل ما نبلش في المثال، نتذكر الحالتين اللي كان عندنا في كيريلس. الحالة الأولى كانت تحكي لنا إنه السلايدر مينتين أون ذا درايفر، يعني السلايدر يكون عند الدرايفر زي هيك. في هاي الحالة تكون النقطة الثانية والثالثة لينك الثاني واللينك الثالث نفس السرعة. أما الحالة الثانية سلايدر نوت مينتين ذا درايفر، يعني يكون هذا الدرايفر بيكون اللينك الأول واللينك الثاني نفس السرعة اللي هم شكلوا لي 1 بوينت. معنا هذا المثال، طبعا هذا المثال هو نفسه لجانب الفاينل، بس بدل ما هي كانت هان كانت هان وبنفس الاتجاه ونفس الشكل. معطيني قيم، قيم من عندي 40 راديان بير سكند السرعة الزاوية، بي او 1 40 ملي، بي او 3 70، سي بي 200، دي سي 125. قبل ما نبلش حل هذا، اول شيء الكيس الاول نكتب بي 1 زي هيك لينك 1، وبي 2 لينك 2، وبي 3 لينك. هنا بكون هدول 1 لو لينك بي 2 وبي 3. هسه قبل ما نرسم دائما الاكسلريشن، هو دائما بده هان كاليولس، برسم له الفيلوسيتي بوليجون 1 فيلوسيتي بوليجون. حكينا انه عدد المعادلات لازم يساوي عدد اللينكات. هاي لينك، هاي لينكين، او هذا اللينك الثالث، هاي اللينك الثاني اللي هو السلايدر. هذا كامل هو اللينك الاول، والسلايدر اللينك الثاني عليه مينتين. احنا دائما بدنا نحسب سرعه لينك، سي نقطه على لينك، ما بنحسبها الا اذا طالع منها اللينك. هذا اللينك الرابع، والسلايدر هنا اللينك الخامس. حلو، خمس لينكات، خمس معادلات. المعادله الاولى زي دائما في بي 1 هتساوي في او 1 زائد في بي بالنسبة لأو 1، هاي صفر، وتساوي أوميجا في او 1 عمودي على بي او 1. إذا منها تساوي 40 ضرب 40 1600 مليمتر بير سكند. بدي آخذ سكيل، كل واحد مليمتر بدي إياه يعطيني 100 مليمتر بير سكند، تطلع هاي تقريبا 16 ملي في الرسم لما اقسم 600 في 2. النقطة الثانية هسه في بي ما راح تتحرك لو واحد وما راح تتحرك للسلايدر، اذا في بي 2 هسه للسلايدر حيتحرك، سوري السلايدر حيتحرك بالنسبة ل في بي 1. في بي 1 زائد في بي 2 بالنسبة ل بي 1، هاي بارلل تو لينك الفالت 1. المعادلة الثالثة برضو في بي 2 هتتحرك هسه بالنسبة ل او 3، في او 3 زائد في بي 2 بالنسبة ل او 3 عمودي على بي 2 او 3. او احنا هنا نقدر ما نكتب انه هاي، ما نكتب بي اتش، هيك احسن خالص، لانه هاي نفسها بي 2 هي نفسها بي 3، لانه انا حكينا 1 بوينت نفس الشيء عادي. 4 حكينا انا بيهمني سرعه اللينك، ما بيهمني سرعه النقطه الا اذا النقطه طالع منها اللينك. اذا هنا حيهمني في دي اللي حتتحرك بالنسبه لسي وحتتحرك للسلايدر. في دي حتسبب لي في سي زائد في دي بالنسبه لسي، هاي عمود على دي سي. المعادله الخامسه في دي حتساوي لي في او 5 زائد في دي بالنسبة لـ R5 تساوي 6. اخوان كله نفس معادلات فيلوستي والاكسلريشن العادي، الا المعادلة الثانية في الفيلوستي بصير هاي بارلل تو لينك اللينك الفالت اللي مش نفس البوينت، وفي الاكسلريشن بصير عندي بدخل كاريولس قبل هاي المعادلة ما تكون. هسه برسم، حكينا 16 سنتي ملي، هاي بدها تلف هيك، اذا بحط مستطيل زي هيك
16 ملي، يعني سنتي ونص تقريبا هالقد. طبعا نختار مقطع شوية، 16 ملي هاي بنسميها بي في. حلو، وهاي هيك صارت بي واحد برايم. هاي طلعنا وين بي واحد. في بي واحد اللي هي في بي اثنين تساوي في بي واحد، يعني ببلش من عند النقطة بي واحد برا لتو لينك واحد، هاي لينك واحد. بده بارلل تو لينك واحد. ما بعرف قيمته ولا بعرف اتجاهها. تمام؟ بالاتجاهين بعمله. خلصنا. في بي 2 اللي هي نفسها تساوي في او 3، يعني تبلش من النقطة الصفرية. عمودها بي 2 او 3. هي. إذا بي 2 هيك اتجاه بي 2 برايم، بنشيل الزايد. الحمد لله الرسمة طلعت كبيرة. خلينا نقرب على الكاميرا عشان نعرف كيف اتجاهها عشان كاريوس. هاي هاي هيك. حلو، هذا ايش؟ كنا نرسمه في المحاضرات في كاليولس اول درس، كنا بس هالقد يكون. حلو، هسه صار عندي بي دي. كيف بدي اوجد بي سي؟ معطيني هان سي بي واحد، سي بي اذا ترجع لسي بي واحد نحسبها. اوكي، انا بي سي هي على اللينك واحد، سي بي واحد اذا على سي بي واحد تساوي في بي واحد او واحد على بي واحد او واحد اللي هو نهام نهام. اذا في سي بي واحد تساوي سي بي واحد ضرب في بي واحد او واحد على بي واحد او واحد. هسه بي واحد او واحد اللي هو انا مطلع اصلا 6600، يعني جاهز معطيني 1600. هسه لو كان هذا هام بصير في اختلاف، بتصير تحسب طولها. اما لو بدي ارجع احسب هاي، ما انا حاسبها 16 ملم بضربها ب 100 بتطلع 1600. اذا 1600 تقسيم 1600 تقسيم بي 1 او 1 اللي هي 40 ضرب سي بي 1 اللي هي 200 8000 ملم بير سكند، بقسمها على 100 تطلع 8 سم. 8 سم من بي واحد. حاسس في غلط في الحسابات. هاي 20 مش 200، وهذا 40 و200 صحيح. 24 تقسيم 40 تطلع 800 تقسيم 100 تطلع 8 ملم من بي 1 اللي هي، لانه انا مختار سي بي ترجع لبي 1. سوري الكاميرا ما كانت واضحه، مش منتبه. حلو، نرجع نسويهم. هسه سي معطيني اياها انه بده اياها من بي 1، معطيني هيك قيمتها سي بي، يعني انا بدي ارجع لها هو النقطه. حلو، اذا في سي بي 1 حلو على سي بي واحد تساوي في بي واحد او واحد على بي واحد او واحد. ليش في بي واحد او واحد؟ لان هي على لينك بي واحد او واحد، هيو لينك الاول او واحد. في بي واحد او واحد اللي انا حاسبها اصلا في البداية 1600 على بي واحد او واحد معطينيها 40 ضرب 20 اللي هي سي بي او واحد، تطلع لي 8 ملم من وين؟ من بي واحد. حط مسطرتي هيك وبحسب 8 ملم.
هاي هي النقطة سي برايم. حلو. هسه في دي يساوي في دي في سي، يعني دبلش من سي عمودي عدي سي، باخذ عمودي عدي سي، واضح؟ ايوه. وبنزل عند النقطة سي، باخذ في الاتجاه ان. حلو. هسه اخر شيء بحكي لي انه في دي تساوي في او 5 زائد في دي بالنسبه لاو 5 بارلل سلايدنج سيرفيس، يعني ببلش من الاو 5 بروح بارلل سلايدنج سيرفيس، هاي السلايدنج سيرفيس بحط عليه بارلل هيها، وبنزل للبي في سيدي بتاعها هنا، طلعت لي انها بنفس المنطقة بس انا بدي اغير شكلها، ما بدي اطبلها لفوق عشان ما تطلع لي بنفس المنطقة. لو بدي اخذها زي هيك تنزل بالضبط، نعتبر انه هاي مش هيك اللينك، نعتبره زي هيك، ما في اختلاف بالحل بس عشان يطلع الشكل صحيح زي هيك. عجبوني المخاطر. باخذها في الاتجاهين بس خلص، دام بعرف اتجاه واحد اذا ننزل شوي. هاي النقطة دي واحد إبراهيم. هاي هيك تطلع الرسمة الفيلوسيتي بوليجون. هسا اثنين بدي ارسم الاكسيليريشن بوليجون. حكينا المعادلة الأولى نفس الشيء، a b واحد تساوي هاي صفر، هاي حيطلع منها تانجنشال ونورمال كالعادة، بس عشان التانجنشال تكون صغيرة بهملها، حتساوي لي أوميجا تربيع في b او واحد من b واحد إلى او واحد، وتساوي أوميجا تربيع في b او واحد 40 تربيع ضرب 40 64000 مليمتر بالسكن تربيع. باخذ لها سكيل مناسب، كل واحد مليمتر بده يعطيني نفترض 2000، لا كبير 3500 مليمتر بالسكن مربع ب سوري. المعادلة الثانية، المعادلة الثانية اللي هي حيدخل فيها كاري بس اي بي 2 تساوي لي اي بي 1، يعني دبلش من عندها، زائد اي كاري بس بي 2 لبي 1 زائد اي بي 2 بالنسبة لبي 1، هاي بارلل تو لينك 1 كاري بس. هسه بنحسبها، طبعا هاي قانون كاري بس 2 اوميجا، اوميجا اللي عليها السلايدر هاي اوميجا 1، اللي عليها سلايدر اوميجا 1، اوميجا 1 اذا في في بي 2 بي 1، ها هو قانون كارلوس. المعادلة الثالثة A بي 2 برضه شو حتسوي لي؟ هسه حتتحرك بالنسبة لأو 3، A أو 3 زائد A بي 2 بالنسبة لأو 3، هاي حيطلع منها A نورمال
تساوي في بي 2 او 3 تربيع بي 2 او 3 واي تانجنشال هاي عمودي هاي هاي من بي 2 الى او 3 اللي هي هيك. وبنطلع قيمتها هسه معادلة الرابعة AD هتتحرك بالنسبة لـ CO5 بالنسبة لـ CO5 هتساوي AC زائد AB بالنسبة لـ C برضو عندي A normal تساوي BD في تربيع BC تساوي وعندي A tangential عمودي على هاي هاي من D إلى C. خمسة برضو AD بس هسه لا AO5 زائد AD بالنسبة لـ O5 بس هنا برا السلايد نكسر بس لأنه عندي هسه بنيجي بنوصل. حلو أول معادلة بتقول لي بدي أحط نقطة عشوائية اللي هي AO1 من B إلى O1 هيها بختار مكان فاضي وكبير 18 ملي بعد ما اقسمها على السكيل بدها 18 ملي 2 سنتي بقيس 2 سنتي هاي 18 ملي هاي بي 1 برايم دبل برايم وبمسح الزايد خلاص باخذ 18 ملي بحط عليها مقطع خلص. هسه تحسب A كالوس A كالوس 2 أوميجا 1 اللي هي 40 2 ضرب 40 ضرب في بي 2 في بي 1 اللي هي هيها هاي بي 1 هاي بي 2 بقيسها بالمسطرة 40 ملي بس بنضربها بالسكيل تبعها في 100 عشان نطلع سرعتها هتساوي لي A كاريوس 2 ضرب 40 في 40 ضرب 100 هتساوي لي 32 واحد 2 ألف لا 320 ألف تقسيم 3500 عشان أعرف سكيلها تقريبا 9 سنتيمتر. كيف اتجاهها؟ هاي كيف حتلف؟ هيك إذا هاي بدي أحطها زي هيك لأنه الراس لفوق بلفها 90 ديجري هيك اذا هاي حتكون 9 سنتي بهذا الاتجاه. خلوني اعدل المكان هاي عشان ناخذ 9 سنتي منها. بس قطع الفيديو هاي هرجع اشبك الفيديو هون ببعض ان شاء الله كنت نغير مكان هاي النقطه. حكينا النقطة الأولى بي واحد من بي لأو واحد هيك اتجاهها تمنتاشر ملي خلينا ناخذها كمان فوق شوي عشان تضمن اشكال بس هاي تمنتاشر ملي هاي بي اي خلينا نقيس 18 تقريبا الآن هاي بي واحد دبل برايم حلو اتفقنا انه كاريوس بعد ما طلعنا قيمته حيلف بهذا الشكل هاي هاي هيك اذا حيلف زي هيك هذا حيلف معها زي هيك 90 دقري حيكون لتحت كاريوس زي هيك ناخذ من هان 90 دقري هاي المنقلة هاي 90 دقري يا رب يكون في مساحة 9 سنتي في بس برضو دقيقة ناخذها لفوق
انا هحاول ما ارسمها 9 سم، حصغرها شوي. بس المهم هي اتجاه كاليولوس، نفترض انها 6، هاي هيك، هاي ايه كاليولوس. حلو. هسا بعد ما نخلص من ايه كاليولوس بدي اروح عند هاي النقطة، يعني هاي بترجع لهاي وهاي بترجع لهاي. هاي برر تو لينك واحد، هاي لينك واحد، ما عندي قيمتها ولا اتجاه، فبعملها في الاتجاهين. خلصت، بنزل معادلة الثالثة اي بي 2 تساوي لي او اي او 3. حلو. بطلع النورمال، النورمال تساوي في بي 2 او 3 اللي هي هاي في 2 او 3، بقيسها 4 3 42 ملي تربيع، 4 2 تربيع تقسيم بي 2 او 3 اللي هي 70. تطلع مربعات، سوري، 4 2 ضرب نروحها بنفس كمية تربيع سين 70، سين 3500، 72 سنتي. أنا كله بدي أعمله أقلله أقلله، باخذها إنها 40. هي بس اختلاف مساحات لأن الرسمة المعطيات غير دقيقة، بس نفس طريقة الرسم. وأخذتها تطلع نفس الشيء. من بي 2 لأو 3 هي اتجاهها هيك. من وين ببلش؟ من او 3 نفترض طولها هالقد، هاي اي ان دي 2 او 3. هسه في تنجنشال عليها، خلينا نطولها. لما بناخذ التنجنشال العمودي برضه بالاتجاهين، لاني بعرفش قيمته، بنشوف وين حيشبك. إذا مدينا هاي اللي تحت بشبك معها فوق، إذا هاي النقطة هان اللي هي بي 2 دبليو درايف. نشيل كل هذا الزايد اللي هيك، هسا AD تساوي AC، بطلع AC زي ما طلعت ال BC، بطلع ال AC. ال AC موصولة مع النقطة 1 ب 1 بطلعها. إذا A خدناها هان CB1 AC B1 CB1 حتساوي V B1 O1 سوري A B1 B1 O1. ايه بي واحد او واحد انا اصلا حسب هيها 64000 مليمتر بير سكند تربيع. اذا اي سي بي واحد شو حتسوي لي؟ سي بي واحد ضرب اي بي واحد او واحد على بي واحد او واحد، اي سي بي واحد حتسوي لي اي بي واحد حكينا 64000 سين بي واحد او واحد هي 40،
ضرب خمسة وسبعين تطلع لي 112,000 تقسيم السكيل 3500 طلع لي 32 مليمتر. من وين؟ من بي واحد، بجمع منها من بي واحد 3 سنتيمتر. من واحد اثنين ثلاثة هي 32، هاي سي دبل برايم. هسه لسه ما خلص، انا بس طلعت مكان نقطة سي. هسه بطلع ال اي ان تساوي في دي سي تربيع على دي سي، هاي دي سي بدي اطلع سرعتها. اذا بيطلع لي نص يعني 5 مليمتر، 5 ضرب سكيل 100 سرعتها 500 مليمتر بير سكند، تربيع 25,52,000 تقسيم الدي سي اللي هو 125 تطلع 2000، بس انا بدي اصغر الدي سي ضرب 125 باخذه 25 عشان تزبط عندنا، لانه لو حتطلع صغيرة تطلع 10,000 تقسيم السكيل اللي عندي 3500 تطلع 3 مليمتر. كيف اتجاهها من دي الى سي؟ اذا لتحت زي هيك من دي الى سي 3 مليمتر. بس زي ما قلت لكم عشان هاي الارقام غير دقيقة فقط للتوضيح كيف بنحسب العمليات وكيف بنطلعها وكيف بناخذ السكيل، عشان ان شاء الله ما تشتوا صعوبة في الامتحان. فبقعد اغير عليها في الحل، ولا طريقة الحل ان شاء الله صحيحة. لسه ما خلصت، لان انا لسه عندي هسه تانجنشال باخذ عمودي عليها وبالاتجاهين، هي هيك العمودي عليها وبالاتجاهين. اخر شيء المعادلة الاخيرة AD تساوي AO5 زائد AD بالنسبة للبرة للسلايدنج سيرفيس، يعني بدي ابلش من عند ال AO5 اللي هي النقطة الصفرية بارلل تو سلايدنج سيرفيس عشان اعرف مكانها. هاي النقطة دي دبل برايم، وبشطب بالزوايا عشان هدول ما هم مش دخل. فهي بتطلع رسمة الاكسيريشن. اهم اشي في الكاليلوس، انا اهم اشي اني بس اعرف هذا اتجاه كاليلوس اللي طلع معي بهذا الاتجاه. هاي هي الرسمة الاصلية، نفس الاشي، هاي الهاد هيو، وهي الاكسيريشن. اهم اشي عندي كاليلوس طلع زي هيك، والباقي صارت خلاص على رسمتي، لانه هم صار في عندي اختلاف طريقة الرسم. بس المهم انه احدد اتجاه كارلوس واعرف احسبه، واني ابلش فيه قبل هذا يعني كارلوس بعدين هذا بعدين ارجع. هذا هو مثال كارلوس، وفي مثال ثاني ما حنحله لانه نفس طريقة الحل، بس حنوضح كيف فكرة نطلع اتجاه كارلوس فيه. هاي صورة المثال. هسه هذا المثال خلينا نحط اكثر تزويم عليها، معطيك اياها هيك. كيف بدي اعرف هذا بده يدور مع عقارب الساعة هيك ولا عكس عقارب الساعة؟ هسه انا حشرحها بطريقتين. طريقة اللي هي مع عاملة زاوية حادة، يعني هاي اصلا في الرسم الاصلي زاوية حادة، فكيف حتلف؟ او طريقة ثانية انا بالنسبة لي درست عليها، طبعا هي مجرد يعني من عندي اجتهاد. هسه تخيل هاي اصبعك هاي القلم، لما تضغط عليه بدك تلف زي هيك، اصبعك حيفت يعني مع اتجاهها، لما تضغط زي هيك بسحبه المفصل هيها حيبعد، اسحب زي هيك حيسحبه. فانا خلص عرفت انه اذا زي هيك حتروح عكس عقارب الساعة، اذا حركت زي هيك حتيجي مع عقارب الساعة. هاي ايش؟ يعني من عندي انا هيك فهمتها، كل واحد وطريقة دراسته. بس الطريقة الاصح انه هاي هي زاوية حادة، لما تلف هاي زي هيك
حتضرب هاي زي هيك وحتخليها تبعد، فإذا هاي حتلف بهذا الاتجاه، فكارلوس حيكون هيك. يعني أنا هاي عندي حتكون رسمتها زي هيك، كارلوس بحطه هيك، إذا حيلف زي هيك، هيك كارلوس حيكون بهذا الاتجاه. هاي الرسم اللي تحت كارلوس هذا الاتجاه. أنت تعتمد طريقة الزاوية الحادة أو هاي الطريقة، إنه رحت زي هيك بعد إصبعي جيت زي هيك جبت إصبعي، يعني أصفر القلم شوي بدخل إصبعك ابعد فيه برجع إصبعك. فطريقة إن شاء الله جميلة، وأنا عشان فصل الفيديو زي ما تشوفوا حتلاحظوا إنه فيه كات، حشوفكم مع بعض إن شاء الله. وهيك بنكون خلصنا الفلوستي بوليجون والأكسلريشن بوليجون وكارولوس. حنخش إن شاء الله على اخذ كم شغله، بس في شغله اسمها في سلايد في اللي هي تقريبا، يعني هي يعطيها الدكتور لانها كان موجوده في لاب النظريه، بس نتعلم الرسم ما بتاخذ دقيقتين ثلاث. وبنخش ان شاء الله على الكمات، او بنخش على طول على الكمات لان هذه يعني مش بنحلها ان شاء الله، خلاص بنحلها بالفيديو الجاي. اراكم.